سأل عن الفرق بين صلاة الإشراق والضحى، ولعلي أخذ سؤال مهارون الآن، آخر وقت لصلاة الضحى بالتوقيت مثلا، إذا كان مثلا الأذان الظهر الساعة 12 أو 12 10 دقائق أو 12 ربع أو 12 ونص. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما يسمى بصلاة الإشراق هي الصلاة التي جاء في فضلها أحاديث صلاة الضحى، فصلاة الإشراق هي صلاة الضحى. نعم. وسميت صلاة الإشراق لأنه مبدأ وقتها، وهذا الاسم ليس بشائع ولا شهير، إنما اشتهر مؤخرا عندما كتب في التقاويم الإشراق، وإن كان له ذكر فيما تقدم، فقد قال الله تعالى إنا سخرنا في سورة صاد إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق، وجاء عن ابن عباس بيان معنى الإشراق، وأن في حديث عن أم هانئ أنها صلاة الضحى. فالإشراق جاء ذكره في كلام المتقدمين، ليس شيئا مرفوعا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في قول ابن عباس رضي الله عنه في تسمية هذه الصلاة، وبه فسر قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق. فصلاة الضحى هي صلاة الإشراق، وسميت بهذا الاسم لأن الإشراق مبدأ صلاة الضحى، ويبتدئ هذه الصلاة تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد الرمح، يعني قد الرمح وهو قريب من يعني قريب من طول الرمح، وذلك يستغرق 12 دقيقة أو نحو من ذلك. فإذا قرأ الإنسان في التقاويم أن الإشراق الساعة السادسة يصلي السادسة و12 دقيقة أو السادسة و15 دقيقة. أما ما يتعلق بمنتهى وقت صلاة الضحى، منتهى وقت صلاة الضحى هو قبيل الزوال، بالوقت الذي يكون قبيل الزوال، وهو قريب من 5 دقائق إلى 10 دقائق قبل وقت صلاة الظهر. هذا ما يتصل بهذه الصلاة، صلاة الضحى، والتي يسميها بعض أهل العلم صلاة الإشراق، وهو كما ذكرت في بيان التسمية أنه مبدأ وقتها. نعم، بارك الله فيكم.